في تلك الحجرات كان ينام صلى الله عليه وسلم. وقد حفظت أم المؤمنين عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين أحاديث كثر في مسألة نومه، لكن يمكن إجمال ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام قلما ينام حتى يصلي ركعتين أو أربع، هذا قبل أن ينام، ثم يبعثه الله من نومه إذا شاء. فإذا قام صلى صلى الله عليه وسلم من الليل ما كتب الله له أن يصلي، وغالب صلاته يصلي مثنى مثنى، وربما سردها سردا ثم يوتر. فإن كان قد صلى مثنى مثنى يشفع بركعتين خفيفتين ثم يوتر بواحدة، وإن كان صلاها سردا يوتر في أخراها صلوات الله وسلامه عليه، ثم يضطجع يسيرا حتى يؤذن للفجر، ثم يصلي ركعتي الفجر، ثم يغدو يصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. وفيها روت أم المؤمنين لما رأت قيامه للليل قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكل ذلك في الحجرة.